كنت أحسب أنه لن تشرق شمس حياتي، وأنه إذا ما أخذت ما أحب سأعلق شهادة وفاتي. كنت صغيرة الوعي بذاتي، كنت أعظم الأمور الصغيرة والكبيرة من حياتي. كنت أحلم أن أعيش قصة حب الأميرة والأمير في حاضر الآتي، وفهمت أن واقعي هو من يحدد مساراتي، وأن قصص الحب مركونة فقط على رفوف المكتبات، فلن نأخذ سوى ما كتبه الله لنا في الصفحات.